طيب فقرتنا الثانية اتكلمنا قبل الفاصل عن المباراة المهمة، المباراة المرتقبة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في السوبر المصري إن شاء الله يوم الجمعة، ولكن في ملف تاني هو الأهم. يعني خلونا نتكلم عن الملف الأهم، هو ملف مين؟ المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني اجتماعا اليوم الأربعاء في مقر الجبلية، وده لمناقشة ملف المدير الفني لمنتخب مصر وإعلان اسم المدرب الجديد. وقرر مسؤول اللجنة الخماسية عمل تصويت في جلسة اليوم على اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب، وده في ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم، كان على رأسهم كابتن إيهاب جلال وكابتن حسام حسن وكابتن حسن شحاتة. من المقرر أن كل عضو موجود يقدم تصوره لاسم وجهاز المنتخب الجديد، على أن يتم التصويت في الاجتماع قبل إعلان اسم المدرب الجديد. وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين أعضاء اللجنة وعدد من المدربين، كان على رأسهم إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، واللي رحب بالمهمة إلا أنه متمسك بضم الثنائي حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى لجهازه بالمنتخب الوطني، وهو ما تحفظ عليه بعض أعضاء المجلس. كما تواصل كمان الأستاذ عمرو الجنايني مع حسام حسن المدير الفني لسموحة خلال الساعات الأخيرة، وأبدى العميد ترحيبه بتدريب المنتخب دون أي شروط. بيبدأ المنتخب مبارياته في التصفيات خلال الفترة من 11 ل 19 نوفمبر 2019. يعني خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، مفيش وقت، الوقت قليل جدا، وأعتقد أن يعني في خلال ساعات يجب أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني.